ما هي توقعات رئيس روسيا السابق مدفيديف حول العام الجديد 2023 للغرب والعالم؟ هنأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف الأصدقاء الأنجلو ساكسونيين في الغرب مقدما لهم توقعاته على الصعيد العالمي للسنة الجديدة. وكتب مدفيديف على قناته في تليجرام: قبل العام الجديد يحب الجميع إجراء التنبؤات ويعطي الكثير فرضيات مستقبلية ويتنافسون في اقتراح أكثر الأمور الغير متوقعة وحتى السخيفة. سنقدم مساهمتنا نحن أيضا. وقدم الدبلوماسي قائمة من 10 بنود يتوقع فيها ما سيحصل في العام المقبل. وجاءت القائمة: ماذا يمكن أن يحصل في عام 2023 كالتالي. أولا، زيادة أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، والغاز إلى 5000 دولار للألف متر مكعب. ثانيا، عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي وانهيار الاتحاد الأوروبي بعد عودة بريطانيا وإلغاء تداول اليورو كعملة الاتحاد الأوروبي. ثالثا، استيلاء بولندا وهنغاريا على مناطق غربية من أوكرانيا السابقة. رابعا، إنشاء الرايخ الرابع على أساس ألمانيا والدول المتحالفة التي انضمت إليها مثل بولندا ودول البلطيق وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية كييف وغيرها من المنبوذين. خامساً، حزب بين فرنسا والرايخ الرابع وتقسيم أوروبا بما في ذلك تقسيم بولندا الجديدة. سادساً، فصل إيرلندا الشمالية عن مملكة بريطانيا والانضمام إلى جمهورية إيرلندا. سابعاً، حرب أهلية أمريكية وانفصال كاليفورنيا وتكساس إلى دولتين مستقلتين وإنشاء ولاية اتحاد تكساس والمكسيك وانتصار إيلون ماسك اللاحق في الانتخابات الرئاسة الأمريكية في بعض الولايات المتخصصة للجمهوريين بعد الحرب الأهلية. ثامناً، نقل جميع أسواق الأوراق المالية الرئيسية والنشاط المالي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا. تاسعاً، انهيار نظام بريتون وودز المالي بما في ذلك انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورفض اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية وعودة معيار الذهب والانتقال إلى الاستخدام النشط للعملات الرقمية. وأخيراً، كتب مدفيديف: عام جديد سعيد للأصدقاء الأنجلو ساكسونيين وخنازيرهم السعيدة. ماذا عنكم؟ هل تظنون أن توقعات مدفيديف ستكون حقيقية في هذا العام المقبل؟